وعلامه الزيت، حاجه تحس ان هي من حرب العالميه يعني. كان في حاجه غريبه في الموتوسيكل ده، البادج بتاع السعوديه بتاع الترخيص السعودي الجديد منه، في نقط عاميه لو حد يعرفها بتاعه الموتوسيكلات. حجم الموتور مصيبه، تحس ان هو بسم الله ما شاء الله مقطوره كاتل بيرل بلدوزر او حاجه. البي ام دبليو الاس 1000 ار، في هنا مثبت سرعه تقدر تتحكم فيه، دوكاتي ديافل، مستبدلين كل البلاستيكات بكربون. احنا دلوقتي يا جماعه في القاهره ورايحين لداميركو، فقلنا نفرجكم عن الناس. زحمة القاهرة الجميلة. صحيح جدا. انتوا بتعملوا ايه يا جماعة في ال ايه؟ لا يا جدع انت، لا ده فيلم. لا دي لحمة بجد. لا ده فيلم. يا رب. والله ايه فيلم. يا نهار ابيض. يا قهروية اللي انتوا بتعملوه ده. والله انا بحسب ان دي لحمة كل ده، كل الوقت ده بحسب ان دي لحمة. بس قلت مغلفة كده عشان الدخان في الشارع ف. الناس هيغفلونا اي ساعة. يا لهوي. يعني انا يعني انا فاتح فيديو ده اقول لكم الزحمه، لقيت الموقف ده. انت لسه مكتشف؟ والله لسه الراجل منورني. يا نهار ابيض. بص الشيرت عامله ازاي يا جماعه. احنا عندنا عمر افندي ده حته خرابه، مش عارف عندكم ازاي هنا حلو كده. ما شاء الله معمار الشوارع جميل جدا 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 جدا. في حد يا جماعه ساكن هنا او قريب من هنا ادينا كومنت جميل. بالظبط يعني، بحيث ان احنا واهلا دلوقتي بيكم في تاميركو. تاميركو ده من اقوى الناس في القاهره في بيع الموتوسيكلات وفي قطع الغيار ان شاء الله. وكيل لاي جي في الخوز، وكيل كي عند ان الفلاتر، وكيل ليوسا البنطريات، اس بي اس اتيال الفرامل والطنابير، ووكيل حاجات كتير جدا 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 كلها من الحاجات الاصليه والبرفكت. اقول لكم بقى بسم الله ما شاء الله عنده تشكيله جميله جدا من الموتوسيكلات، هناخدكم لفه تبصوا عليها عشان تعرفوا ان مصر فيها حاجات حلوه، وفي نفس الوقت نقول لكم نحاول نعرف اسعار. طيب ده اول حاجه الفراديرو، فراديرو 1000 موديل 2000 زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله نظيف جدا جدا جدا. ان شاء الله العبادات. طبعا ده حالته فابريكا بالكامل ماشي حوالي 20000، وسعره هيظهر دلوقتي عندكم هنا. ده كده في ده ال في تي اكس 1800، من اكتر الحاجات المبيعا او اللي الناس بتحب تشتريها في مصر الكروزر الهوندا. قطع غيار متوفره ومعمر جدا وبيمشي جدا مع الحراره بتاعتنا يعني. في تي اكس 1800 ان شاء الله، حتى النواكل بتاعته دي من الحاجات اللي بتبصوا عليها في البايك ان شاء الله. نظيف جدا 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 ما شاء الله. حاجه بقى مش تشوفوها كتير في السوق اللي هو الرويال. الرويال ده انجليزي، حاجه من احسن ما يكون. ده يا جماعه شبه زيرو، شبه زيرو، لكن مش كتير هتقدر الرويال، او يمكن كتير كمان ما تعرفوهوش يعني. ولكن شوفوا الانجليز، شوفوا التصنيع، شوفوا الجلد بتاع الكرسي ليه ناسه. هو طبعا كلاسيك كلاسيك يعني. لو تبص بصوا للمكان بتاع البنزين وعلامة الزيت، حاجة تحس ان هي من حرب العالمية يعني. ان شاء الله. طبعا ده شبه زيرو، هيبان لكم دلوقتي هو ماشي كام وسعره كام. هنا ده الماجنا، الهوندا ماجنا. هوندا ماجنا ده من الموتوسيكلات القليله خالص اللي هي في وكروزر وهي على 4 سلندر. لو هتبصوا تحت هنا هتلاقوا ايه 4 سلندر، فدي حاجه نادره شويه ان شاء الله عليه بصراحه. ده هارلي ديفيدسون سبونستر 883 او 1200. لا ده ال 1200. ولكن في حاجه غريبه في الموتوسيكل ده، جاي من السعوديه، حتى تلاقوا عليه هنا
البادج بتاع السعودية بتاع الترخيص السعودي لسه موجود عليه، لكن اللون اللون رهيب زي ما انتم شايفين. شوفوا يا جماعة الهارلي ديفيدسون والنظافة بتاعتهم، الكاوتش مكتوب عليه هارلي ديفيدسون، سبحان الله. طبعا هو من دانلوب، من دانلوب زي ما انتم شايفين، ولكن كاوتش الفابريكا هارلي ديفيدسون، حاجة روقان. طبعا ما اعرفش هارلي ديفيدسون يعني هيبقى مستغرب شوية من السعر، ولكن الحاجات دي ليها ناسها ان شاء الله. العداد بتاعه، الزراير، طبعا الهارلي ديفيدسون ده من الحاجات القليله خالص ان الاشاره اليمين في مكان والاشاره الشمال في مكان، حاجه من الحاجات القليله يعني. ان شاء الله التانك واللون الاحمر. وبعدين على سير مش على كورونا، فبرضه دي حاجه نادره يعني شويه في البيئه دي. نيجي على اللي بعده الاف 6 بي اللي هو شبيه الجولد وينج، الجولد وينج لكن ناقص حته. اف 6 بي 2013 هيظهر لكم دلوقتي ماشي كام. الناس اللي بيتابع اليوتيوب زي بتاع كانكوني، بس ده الاف 6 بي الاصغر. حالته نظيفه جدا ما شاء الله. شوف هنا الكرسي، الشنط الجنب، هنا الازرار بتاعت الاوديو والراديو، وهنا المرايات ان شاء الله. ده الهارلي ديفيدسون من ورا زي ما وريتكم حكايه المرور السعودي، اللايسنس بتاع المرور السعودي. هنا الماجنا، هنا ده الفي تي، في تي، ودي حاجه بعد ما وقفوا الفي تي اكس بقى في حاجه اسمها في تي، فالجنط حتى بتاعه مختلف عن الفي تي اكس. الفي تي اكس اخره 2007، ولكن ده اللي طولوا فيه بعد كده، ده تلاقي فيه من 2013 وحاجات زي كده. ما شاء الله زي ما انتم شايفين نظيف، واللون بتاعه مغري مميز بصراحه، الكروم واللعب والحركات. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. في بعد كده حابين السكوتر بي ام دبليو 650 جي تي، الفئه الفخمه من بي ام دبليو السكوترات. السكوتر ده من اكتر السكوترات اللي بيحبها ما شاء الله، سكرينه كبيره، يجي الفانوس اللي قدام فيه لدات من قدام، هنا في اي بي اس طبعا. بعدين شوفوا التحكمات، شوف العدالات، الشاشه دي فيها ضغط الاطارات، يقول لك انت الاطار بتاعك مفسي ولا مش مفسي ولا ايه الوضع. هنا في السخانات للموابض اللي هنا، وفي سخانات للكرسي بتاع السائق ده، ولو عايز الكرسي اللي ورا يسخن في هنا زرار بتاع الكرسي اللي ورا، وفي كمان درجتين، درجه اولى ودرجه ثانيه. هنا في الوين شيلد اللي هي الازاز اللي قدام ده، ينفع يتعلى ويتوطى، وحاجه اتحكم فيها في الشاشه اللي قدام والاشارات، حاجه سوبر سوبر فخمه يعني. ان شاء الله هنا في الادراج بتاعته. طبعا هنا الكرسي بتاع المالك، هنا الرديف او اللي هو اللي بيجي معاه، وهنا بسم الله ما شاء الله التوب بوكس، مكان الراحه. بي ام دبليو عليها بصراحه تصاميم مليان مواصفات، ده مليان مواصفات، مليان مليان يعني، من اكثر السكوترات مواصفات. الجديد منه في نقط عاميه لو حد يعرفها بتاعت الموتوسيكلات بتاعت العربيات، بيبقى فيه هنا نقطه لما عربيه بتبقى موجوده جنبك بس انت مش شايفها في المرايه هي تنور، تقول لك خلي بالك ما تكسرش يمين علشان ما يحصل لكش مشكله. طيب اللي ما يعرفش ده يبقى ما يعرفش حاجات قويه. ترامب من اقوى البايكات الكروزر، لو هتبص على الدياتير ده، الدياتير ده عربيه هتعرف ان انت بتتكلم عن حاجه 6 سلندر. مش هكلمكم، بصوا على الموتور، حجم الموتور مصيبه، تحس ان هو بسم الله ما شاء الله مقطوره كاتل بر البلدوزر او حاجه. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الحجم بتاع الموتور. طبعا حاجة يعني صعبة، 6 سلندر من الباور من المصري. دي العدالات بتاعته،
اللون الاسود عليه مع الضخم والضخامة دي عامل فخامة بنت لذينة. طبعا الكرسي الجلد الخيالي مكتوب عليه رويال، بسم الله ما شاء الله، حاجة خيالية خيالية ما شاء الله. طيب محبين الحاجات الغريبة، عندك باكج حاجات غريبة، اولهم تي ماكس من اقوى السكوترات في العالم 2018 ان شاء الله. طبعا ده الدوكاتي مالتي استرادا، من الحاجات اللي هي شبه الادفنشر على الاوف رودينج، فما شاء الله كمان. وده هنا البي ام دبليو الاس 1000 ار، من اسرع النيكد بايك على مستوى العالم صراحه. طبعا بصوا هنا بسم الله ما شاء الله، عدسه حاجه عاديه، الفرامل البريمبو. طبعا نفس العدلات بتاعت الاس 1000 ار ار اللي هو الريس زي ما انتم شايفين. هنا في تسخين اليد دي تشغيل، وده الستريت بايك الوحيد اللي فيه مثبت سرعه، مش عارف لو يبان هنا، في هنا مثبت سرعه تقدر تتحكم فيه، وفي تحكم في السسبنشن المساعدات ناشفه ولا لا، سبورت مود، كومونيك مود ولا دايناميك مود، حسب انت عايز تمشي فيها ايه. ان شاء الله شوفوا الكرسي الاهتمام بالتفاصيل اس 1000 ار ان شاء الله تبارك الله. طبعا عليه اكزوست سيستم اكرابوفيك ما شاء الله تبارك الله. طيب ده دوكاتي ديافل كاربون اديشن، كاربون ده فيه هنا كاربون، مستبدلين كل البلاستيكات بكربون. طبعا دوكاتي ديافل من اقوى الموتوسيكلات اللي انت ممكن تعدي عليها، 1200 سي سي، حاجه عامله زي كروزر وفي نفس الوقت سريعه زي الريس، الحاجات النادره يعني اللي انت هتلاقيها بالمنظر ده. شوفوا الكرسي، كرسي كده بسم الله ما شاء الله مكمل، وبعد كده منتهي لهنا. مش عارف هينفع اجيب لكم من ورا، ما شاء الله تبارك الله. الإضاءة الخلفية كمان من أكثر الإضاءات السكسي، مع كمان الكاوتش الخلفي شيء رهيب. طبعا شوفوا الجنط شيء خيالي ما شاء الله. طبعا معروفة دوكاتي من الشركات الإيطالية القوية يعني ما شاء الله. طبعا هنا في شاشة وهنا في شاشة، ده هنا الاس 1000 خلف، ده هنا دوكاتي، طبعا ده دوكاتي مالتي استرادا ما شاء الله تبارك. بيدور على الذهب مش لاقيه.
اخر حاجه الجيكسر 1000 حبيب الملايين. جيكسر 1000 طبعا معدل عليه دبه او الاكزوست اللي ورا اسمه ام 4 ومعدل عليه زيرو جرافيتي سكرين الاماميه. الحاجات دي طبعا غاليه جدا ولكن سبق وعملنا حاجات زي كده طبعا ما شاء الله زيرو فابريكا فيهوش اي حاجه ان شاء الله تبارك الله. حتى الكاوتش بتاع كل الموسيقات اللي صورناها ما شاء الله حاجة شبه الزيرو يعني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اتمنى اللفه دي تكون عجبتكم وافادتكم. تحت في الوصف هتلاقي فيه ارقام التواصل بتاعت تميركو كل البيانات عن تميركو. شكرا لمتابعتكم الفيديو ده. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تدعمنا وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل الجديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.